السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يرضى عنك يا رب، أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يرضى عنك، آمل بس إن أنا ما أوقفش عليك يعني بكم سؤال دول. كنت عايز أسأل حضرتك بس، ما حكم مثلا إني أقول لزوجتي إني أحرم عليك فعل كذا مثلا؟ يعني ايه ده؟ مش فاهم يعني. هل يعني ما مثلا إني أحرم عليك مثلا يعني إنك تفتحي مثلا الشباك الفلاني، او انك تفعلي لا، مثلا، او ليس انك لك ذلك، نعم ليس لك ذلك، ليس لي ذلك، ان كان الامر مباح يعني. لا ليس لك ذلك، إلا إذا كنت مثلا تقول محرم علي، تحرم على نفسك أن آتيك بثوب مثلا، وخالفت وجئت بثوب كفارة يمين. لكن أنا أحرم عليك، أنت لا تحرم ولا تحلل. الله يبارك فيك.